Oh, تماشي مع جميع الاعمار <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على اشرف <applause> الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله مشاهدينا الكرام كل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعتكم لا شك بان شهر رمضان قاعد ياخذ منا ويمضي منا الوقت اسرع واسرع ولكن احنا يجب ان نكون حريصين على استثمار هذا الشهر وان شاء الله نصومه بافضل الطريقه لا شك مشاهدينا الكرام احنا تكلمنا في حلقات سابقه عن قراءه القران تكلمنا ايضا عن صله الرحم تكلمنا ايضا عن بر الوالدين تكلمنا ايضا عن استغبار رمضان اليوم حلقتنا نوعا ما هي حلقتنا راح تكون اجتماعيه اكثر وهي عن سعه الصدر لا شك بان رمضان احنا نعلم بان في منهم المريض عسى ربي يشافيه وفي منهم ايضا المضغوط في العمل فاحنا نبي نخلي حلقتنا هذه نصائح وارشادات لكل شخص صائم ان شلون تتعامل مع الظروف حتى لو كانت صعبه او حتى لو كانت يعني في مشاحنه لا أنك تتعامل معها بطريقه جدا مهذبه لان لا شك بان رمضان هو مدرسه من اهم مدارس هذا رمضان بان نكون مهذبين في تعاملنا مع الاخر يعني انت صايم على عيني وراسي ولكن يجب ان يعني نحترم يعني رمضان عاداته وتقاليده وايضا احترامنا للطرف الاخر دلاله على اخلاقنا وتربيتنا اليوم راح نتكلم عن سعه الصدر في رمضان خلوني ارحب بضيوف الكرام راح ابدا مع احمد الغانم حياك الله شيخنا الغالي ماجستير في الدراسات الاسلاميه حياك الله يحييك ويبارك فيك ويتقبل منكم الطاعات ويجعلنا وياكم من العتقاء كل عام وانت بخير تقبل الله طاعتك منا ومنك ان شاء الله وصالح حياك الله عبد الله المسباح امام وخطيب وزاره الغافية هلا مرحبا فيك وانا سعيد في هذا اللقاء حياك الله دكتور واحنا اسعد وكذلك نحيي المشاهدين والمشاهدات الكرام امين يا رب الامام الخطيب وزارة الاوقاف الشيخ ابراهيم بانصير حياك الله يبعث معك العام وانتم بخير اسال الله يوفقنا وياكم وانتم بخير وعافيه يا رب العالمين امين اذا مشاهدين الكرام ناخذ هذا الفاصل القصير وبعدها ان شاء الله راح نتكلم عن سعه الصدر في رمضان من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام موضوع حلقتنا نتكلم فيها عن سعه الصدر في رمضان آه بداية كل عام وانتم بخير ابو عثمان حياك الله على هذا آه الحضور وما قصرت انت يعني. والاخوان الموجودين دائما والله متفضلين علينا في هذا الحضور قواك الله اذا الان سعه الصدر لا شك احنا نقدم رساله لكل يعني من يكون يعني صدره ما شاء الله واسع ورحب في رمضان وايضا احنا نوجه رسائل اخرى لكل من مثلا صدره شوي ضيق في تعامله في رمضان احنا قلنا رمضان شهر الخير لا. رمضان شهر الصبر رمضان شهر الطاعة فسعة الصدر في رمضان بعد ما؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد لا شك أن في هذه الأجواء الجميلة الرائعة شهر رمضان المبارك لنا في رسول الله أسوة حسنة. يقول راوي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا على الآن في غير رمضان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس. وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة لا جاء الغيم والهواء دز الغيم الناس إيش تكون داخلها مستبشرة فإذا نزل المطر خلاص هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقته يقول راوي الحديث وكان أجود لاحظ الكلمة أجود ما يكون في رمضان عندما يأتي جبريل ويدارسه القرآن قال فهو أو هو أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم أيش معنى هذا الكلام؟ قصة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حدثت أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم بردة يمانية بردة مثل البشت أو ثوب كذي على قولتهم مسنع خاص فلبسها وخرج فرآها أحد الصحابة وقال رسول الله إنها جميلة هل أهديتني إياها؟ لاحظوا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيأتي في تكملة الحديث عاتبوه عتب كبير عاتبوه الصحابي الصحابي نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم دخل داخل لبس ثوبه القديم أخرج هذا الثوب اليماني الجميل الغالي وأعطاه إياه فقالوا يعني يعتبون عليه أنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تأتيه يعني ملابس ما تأتيه يعني الهديه الا يعني كل فتره وفتره خصوصا مثل هذه. فقال والله ما اردتها لجمالها او لزينتها. وانما اردت ان اكفن بها. تبركا بلبس النبي صلى الله عليه وسلم انه مس جسده. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده من الكرم وسعه النفس و سعه الصدر والاريحيه. نعم. بانه ايش؟ ما يتضايق كرم في الخلق كرم في الكلام كرم في سعه الصدر والاريحيه واستقبال كلام الناس وهذه ايها الاحبه يعني سمه اهل العلو في الهمم النفسيه الطيبه استقبال الناس بالابتسامه احد الصحابه يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا <applause> تبسم في وجهي هذه في الايام العاديه حتى ظننت انني أحب الناس. أحب الناس. لاحظ. أحب. أحب الناس. فسألها يا رسول الله من أحب الناس؟ تأكد من المعلومة إيه. هذه. قال, قال أبو بكر. أو عفواً عائشة. قلت من الرجال. قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. شوي بدأ يتحبط؟ مزكي. قلت ثم من؟ قال عثمان. ثم من؟ قال علي. بدأ الرجال إيش؟ قال فسكت. خلاص. ولكن انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي. الأريحية بشاشة النفس جاء له شخص كافر وشرح النبي صلى الله عليه وسلم له الإسلام, كذا <applause> وكذا وكذا قال أعطني شهرا فكر شهر أسلم ولا ما أسلم يا ريال يعني على على وضعنا إحنا لكن خلص الحين دين هذا بتموت بكرة ما جنة ونار وكذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا. الرجال قال أريد أريد شهر أفكر قال خذ ثلاثة أشهر تبي تفكر فكر براحتك روح فهذه الساعه هذه الاريحيه لابد ان يكون لنا في رسول الله اسوه الاسوه أسوة. رمضان شهر النفسيه الطيبه الاريحيه لا بد العبد ان يكون عنده هذه الساعه هذه النفسيه الحلوه الابتسامه مو تروح الدوام يقول لك فعلا. صايم لا أحد يكلمني ترى واصله هني رجاء لا لا هد صا هذا دائما اشوفه صدق والله حتى يعني مرات بالسياره فترة الصباح مثلا بيكون في زحمة ولا أي مكان آخر ففعلا تلقى موضوع المشاحنات خاصة في هذا فالآن أول يعني نتيجة نطلع فيها بأن القدوة الرسول صلى الله عليه وسلم في سعة الصدر الله أكبر راح نتكلم عن هذا الأمر ونقسمها يعني كل شوي ناخذ حديث عن الرسول وأيضا في مجتمعنا شلون نقدر نتعامل مع سعة الصدر أبو عبد الله كل بخير تقبل الله طاعتك نحن أخذنا أولا درس من الله يجزاه خير أبو عثمان على موضوع سعة الصدر الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بناخذ درس آخر عن سعة الصدر عليه الصلاة والسلام تقبل الله منا ومنكم الطاعات وغفر آم. لنا ولكم الزلات وجعلنا وإياكم من المقبولين عنده يا رب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا إلا من أتى الله بقلب سليم ما معنى القلب السليم؟ القلب الذي ليس فيه حقد ولا غل ولا حسد ولا يكون قلب نظيف طاهر وهذا الذي ينفع العبد يوم القيامة كما تفضل الشيخ جزاه الله خير يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بعض الناس يعتقد في العبادة الجود يكون في امور ماديه ومعنويه يكون جود في الكرم والبذل والعطاء ويكون في اظهار احسن ما عندها الانسان من الخلق ومن حسن العشره البشر. ومن البشاشه الوجه يا اخي ما ادري من اين اتت مساله ضيق الخلق في رمضان مع انك في شهر الله الله سبحانه وتعالى غير لك اشياء في الكون الله. يعني تخيل الله سبحانه وتعالى غير لك اشياء في السماء واشياء في الارض الا تغير من نفسيتك انت فتكون الافضل يعني في شهر رمضان كما تفضل الشيخ كما اخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتفضل الشيخ في سرد الحديث قال صلى الله عليه وسلم اتاكم شهر رمضان شهر مبارك تفتح فيه ابواب الجنه وتغلق فيه ابواب الجحيم وتصفد فيه الشياطين يعني هناك تغيير في السماء في الجنه في النار الشياطين تصفد في تغيير معناه هذا التغيير يجب أن ينعكس عليك أنت نعم فيجب عليك أن تغير من سلوكك من أخلاقك لأن هذه يا دكتور كما تفضلت أنت وقلت هذه فرصة أنك في مدرسة تسمى مدرسة رمضان فرصة للتغيير يا أخي على ماذا أنت ضائق صدرك أنت صائم مستبشر تتقلب في روحانيات الصيام بفضل الله سبحانه وتعالى أبشر بالخير وتفائل واجعل رمضان فرصة لسعة الصدر صحيح. بعض الناس سبحان الله من أول كلمة يبدأ يتهاوش ويبدأ ما خلق وما كما تفضلتم أنا صائم النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب صائم ليس له من صيامه إلا مصرح. الجوع والعطش تحذير لا تجعل صيامك فقط جوع وعطش اجعل صيامك تحصيل للتقوى اجعل صيامك حبس النفس عن كل ما فيه أذى عود نفسك رمضان شهر الصبر أنت الآن في عبادة عظيمة تصبر على الجوع والعطش كذلك اصبر على سوء أخلاق بعض الناس اصبر على عصبية بعض الناس امتثل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في سعة صدرك وفي حسن خلقك حتى تكون إن شاء الله مما صام رمضان إيمانا واحتسابا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال <applause> كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يفسر شوف الكلمة اللي أكبر. قال ما إن سابه أحد أو قاتله فليقول فلي إني صائم إني امرؤ صائم وفي رواية صائم صائم قال الله. يكررها مرتين الله أكبر. قال المرة الأولى يذكر بها نفسه سبحان ترى أنا صائم يعني مفروض أن أهدى نفسي أهدأ. أن أهدأ. أي شيء يؤذي صيامي أو يمس. قال والثانية تذكر بها المقابل لك نعم. ولذلك في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان. إني صائم صائم يعني هذه رساله لي ورساله لك اني صائم انا بس ودي انوه على امر مهم ان في حالات خاصه احنا لابد ان نقدر هذه الحالات الحالات هذه مثلا شخص مثلا عنده مثلا انخفاض بالسكر او عنده مثلا الضغط مرتفع او عنده مثلا حالات خاصه مرضيه هذه اسال الله عليه يشافيه من يشافيهم ويعافيهم من كل مكروه أه. فاحنا لابد ان نكون احنا المبادرين في سعة الصدر صحيح. فلا نخلي الآخرين هم اللي يبادرون في سعة الصدر فأنت أكسب الخير لك أنت قبل لا تخلي غيرك هو يأخذ منك هذا الخير ابو أه صالح كل عام وانت بخير وانت بخير. قبل خير. الله طاعتك الله يسلمك أه نبي نتكلم على ايضا على موضوع سعه الصدر احنا اخذنا مثالين جدا جميلين واستفدنا منهم ايضا دروس الدينيه ايضا نبي سعه الصدر طبعا في البدايه الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه طبعا النبي عليه الصلاه والسلام <applause> يعني لما كيف كان يتعامل مع اهله؟ الله اكبر يعني خاصة اغلب الامور يعني الانسان يكون مع اهله وهو صايم. يعني يعني كان كان في خدمة اهله. الله اكبر النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق. الله اكبر كان يعني ما فيها شيء الانسان خاصة في رمضان مثلا ام العيال يعني مشغولة في امر معين ما شو اللي يمنع تساعدها؟ النبي سيد الخلق يعني هذا ما يعيب الإنسان ولا يعيب الرجل اللي يساعد أهله يعني كان في مهنة أهله صحيح. سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وهو قدوتنا وهو الأسوأ عصاسهم كذلك يعني من كان يخدم النبي هذه أمور مهمة يعني إحنا نحتاجها وكذلك أهلنا ومشاهدين والمشاهدات الكرام يعني تجد الضغط يكون على خاصة المطبخ يعني خاصة بمن يقوم في خدمة يعني البيت, البيت. يجهز يعني خاصة وجبات يعني مثل وجبات الافطار وك... فالنبي يعني كان انس يعني كثير من الصحابة كانوا في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام وانس خدم النبي عشر سنين يقول والله ما قال لي اف قط ولا قال لي لما فعلت كذا يعني بالعامية ليش سويت كذا او لما هلا فعلت ك... يعني ما سمع من النبي الا الكلام الطيب والمعامله الحسنه ولين الجانب بل احد الصحابه كذلك كثير من الصحابه خدموا النبي صلى الله عليه الصلاه في منهم كانوا من العبيد وفي منهم كانوا من الاحرار هذا احد الصحابه يعني النبي اراد ان يكافئ هذا الصحابه قال سلني يريد أن يعني النبي يعني كان هذا الصحابي يجهز للنبي يعني الوضوء وكان ملازم للنبي فأراد النبي كيف قال سلني فقال أسألك مرافقتك في الجنة يعني الله ما اكتفى انه هو مع النبي في الدنيا تهز الفرصه يعني يعني ما طلب يعني شوف سبحان يعني, الله. يعني حتى احد احد اهل العلم يشرح يقول سبحان الله يعني شوف النفس ما ما طلب امور دنيا سبحان ولا يعني شوف علو الهمه وعلوه يقول للنبي اسالك مرافقتك في الجنة يريد أن يرافق النبي حتى في الجنة علو المطالب بصالح لما لما رد عليه الرسول صلى عليه قال أعني على نفسك بكثرة كثرة السجود نعم شو المقصود بكثرة السجود؟ يعني بكثرة الصلاة الصلاة اللي هي الفراغ طبعا الفراغ ولا النوافل بشكل, بشكل عام كذلك جانب جانب الخادم يعني خاصة الحين الأمهات إذا قرب رمضان قالت وخروا عنهم الخدم لا حد يكلمهم ولا يمكن حتى لو يحصل له يتبخرها كمثال ليش هو الاصل احنا الوقفه اللي نوقفها سواء برمضان ولا غير رمضان يعني اللي عنده سايق او عنده خادمه الخادمه اهم شيء الخادمه اهم خادمه في رمضان حالتها لا ايه نعم الكل يخدمها <applause> حياها الله, <applause> الله الاصل رمضان غير رمضان انت تعامله المعامله الطيبه والشاهد حديث النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام <applause> مع انس صلى الله عليه وسلم يعني مو مثلا تهتم مثلا يهتم الانسان مثلا ب بمن يقوم بخدمتها في رمضان وبعد رمضان يعني ما يرد مثلا في عهد يتغير اخلاقه يعني يعني على يشد عليه او مثلا يعمل المعامله السيئه انت هذا من يقوم في خدمتك الاصل انك تعامله معامله يعني طيبه كذلك بين الزوج والزوجه يعني يحصل بينهم خاصة يعني يعني خاصة اللي يدخل في حالة الغضب يعني أول أربع أو ثلاثة أيام اللي ما اعتاد الصيام دكتور يعني في ناس ما شاء الله اللي يصومون الاثنين والخميس هذا عنده السنة كلها رمضان يعني ليش لأنه اعتاد على الصيام الاثنين والخميس أيام البيض ما عنده مشكلة اللي, اللي يعني عادة اللي تصدر منهم يعني بعض الأحيان ينرفز وما يمسك نفسه اللي بس يصوم رمضان خاصه في البدايه لانه منع من الاكل ومنع من فت يعني عاده يكون شوي شاد ممتاز انا ابو صالح ودي اتكلم على فعلا آآ آآ اليوم الاول من رمضان وخاصه فتره الفطور هذه يكون فيها مشاحنات واحنا نقصد بالمشاحنات مو معناته ان انت قاعد تفتح هذه المشاكل ولكن قد تكون في هناك مثلا امراض معينه خاصه من المدخنين او غيرهم فما يقدر يتحمل تاخير دقيقه او دقيقتين ودي اوجه نصيحه على هذا الامر ابو عبد الله على موضوع ان شلون اقدر اتعامل مع الخمس دقائق الاخيره قبل صلاه في المغرب نعم. قبل لا ياذن في خمس دقائق هذه تكون شوي يعني يعني حيل حيل فيها مشاكل سواء كان في تجهيز تجهيز السفره او كان في يعني التعامل مع الاخرين فشلون اقدر اسيطر على الخمس دقائق هذه احسنت وخصوصا كما تفضلت في الايام الاولى وخصوصا أصحاب الأعذار من المرضى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيهم قد يكون جاهد نفسه حتى يعني يصوم فاللحظات الأخيرة هذه حاسمة جدا عنده قد تتأخر السفرة في الحضور مثلا فيؤذن المؤذن والطعام لم يوضع بين يديه كما يقال يقيم الدنيا ويقعدها لأن الفطور تأخر دقيقة أو دقيقتان <applause> آه كذلك آه يعني نسال الله ان يعافينا ويعافي كل من ابتلي بالتدخين سواء بالسيجاره الالكترونيه او آه. الشيشه او بال... كامل الانواع كامل الانواع هذه من انواع الابتلاءات نسال آه. الله ان يصرف عنهم وانا متاكد ان آه. كل انسان ابتلي بهذا البلاء يتمنى ان يتخلص منه صح. ولكن سبحان الله النفس احيانا تكون ضعيفه وهنا فرصه ان يجاهد الانسان نفسه في رمضان لانه اغلب اليوم يمنع نفسه من هذه البلوى التي ابتلي بها فالإنسان لا يضيع صيامه لا يصبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبر الله, الله يمسك نفسه قدر المستطاع خصوصا في الأيام الأولى اليوم الثاني الأمر أحسن الحمد لله اليوم الثالث اليوم الرابع فيبدأ الإنسان يتعود وبفضل الله سبحانه وتعالى الله فطرنا وخلقنا أن نتعود على البيئة التي نعيش فيها على الأوقات التي نقضيها حتى الإنسان يأنسها يعني يبدأ يقضيها فيعني نجتهد أني أنا إنسان صائم فلا أذهب صيامي طوال اليوم بهذه الدقائق البسيطة وأيضا هناك رسالة ذكرنا المدخنين يعني لا تبدأ فطرك بمعصية شلون؟ شلون شلون الآن مثلا البعيد فلان مدخن ايه أول ما يسمع الله أكبر ولع سيجارته يعني أولا هو خالف السنة ثانيا بدأ فطره بمعصية كيف خالف السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات على رطب فإن لم يجد كان يفطر على تمر فإن لم يجد كان يفطر عليه الصلاة والسلام على شربة ماء فتخيل من استبدل هذا الطعام الطيب التمر والرطب والماء يستبدله بالخبيث اول ما يسمع الاذان ولع سيجاره وهذا بلاء نحن يعني نحسن فيهم الظن وفيهم خير وهو صايم ولكن جاهد نفسك على الاقل يعني على الاقل يعني فعلا هو اللي يقول ان انت صبرت ما شاء الله من 12 لا. الى 13 ساعه يعني عجزان انك تكملها مثلا خذ لك تمره ما اقول لك بعد اخذ سيجاره ولكن على الاقل لا تبدا صح. فطرك بمعصيه لان العلماء اجمعوا على ان يعني, يعني يعتبر عندنا المعدين يبون يجهزون حلقه على هذا الموضوع ان شلون <applause> نقدر نعالج بعض الامراض خاصه مثل التدخين وغيرها ان طريقه التغذيه وطريقه التعامل مع رمضان الملاحظة جدا مهمه وذكيه والله الله يجزاك خير في ابو عثمان ايضا على نفس هذا الموضوع ان موضوع الخمس دقائق اللي قبل الفطور هي نوعا ما تكون دائما فيها يعني مشاحنات وفيها ضغوط <applause> شلون <applause> اقدر اتعامل معها والله هي مسألة استحضار أولا استحضر أنت الأجر أن أنت في, في آخر صيامك تكون هنا الفرحة فوسع صدرك والله يعين المرأة مسكينة طول اليوم من الظهر تحضر وتسوي وتطبخ يعني تأخر شيء بسيط يعني يحتاج منك إيش أسأل أنه صراحة إن هو المطلوب ما هو بس أن أنا أكون سعة صدر الطرف الآخر لا يعني لا تثير مثل ما يقولون زوبعة عليك زوبعة عليك او مره. على غيرك صحيح يعني اللي امامك في سكر طيب انت ليش تدخل معاه بنفسيه يعطيك العافيه ابو عثمان على نفس هذه الجزئيه راح نكمل آه واحنا دائما نؤكد بان لابد ان يكون في واحد من الاطراف هو اللي يسيطر ويهدي على يعني الضغوط هذه ناخذ فاصل بعد شاء الله كان فاصل قصير بعد نكمل ان شاء الله <applause> من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام ونفس موضوعنا مثل ما انتم هي سعه الصدر، احنا محتاجين سعه الصدر لان احنا نأجر عليها ابو عثمان. لا شك. واعتقد ان الانسان اللي بادر هو اللي يكسب الطرف الاخر، وان شاء الله انت ماجور قبل كل شيء. يعني انت همك مو بس ان تكون ارضيت خلق الله، انت ارضيت ربنا سبحانه وتعالى في سعه صدرك. انا اسف قطعت كلامك قبل الفاصل واحنا قلنا بان الطرفين لابد ان كل واحد فيهم او واحد من الاشخاص انه هو اللي يهدي ويسيطر على الوضع. هو لا شك ان الانسان الموفق اللي يمسك نفسه عند الغضب. نعم. هذه وصيه محمد صلى الله عليه وسلم. الشديد بالسرعه وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. عند الغضب. اقول كل الاطراف مطالبين لكن هناك شخص قائد هناك شخص تابع. القائد لابد يكون عنده الاستحضار اكثر. يعني المرأة في البيت الله يقويها طباخ وشغل وتجهيز صح. وامور مثل هذه ثم بعد ذلك تأتي في امر ناقص في شيء كذا خلاص انت ثم يقولون احتوي الموضوع واذا في ملاحظه يعني بعد ما يكون انتهاء الامر تفتح الموضوع فانت كقائد اولا الاولاد تهدئه الكذا عيال امكم تتعب قوموا شيلوا حطوا ساعدوا في العمل في كل مجال انت تخرج وسع صدرك تروح للسوق وسع صدرك تروح لعملك معاملات زحمه كذا ايه؟ امور وسع صدرك وذكر الناس حتى الاجر ترى الصيام اجر عظيم والانسان شويه يتعب فوسع صدرك طول بالك ذكر الناس وهذا يعني نقول ان ننشر هذه هذه الفكره وهذه الثقافه وهذا يعني التصور ويكون في وعي فعلاً فعلاً راح يكون في نتيجة طيبة ممتاز نوقف عند هذه النتيجة الطيبة أبو عبد الله ودي أتكلم أيضاً عن المعلمين بصراحة نعم. وهو قاعد يتكلم الله يجزاه خير أبو عثمان أنا يعني طلبتنا أيضاً صيام معلمينا يجب أنهم يراعون هذه الظروف خاصة في إيصال المعلومة في تعاملهم مع الطلبة فلو تكلم ايضا رساله عن اخواننا المعلمين وايضا الطلبه بشكل عام طريقه التعامل وسعه الصدر في رمضان احسنت لفته جميله دكتور الله لان ما شاء الله فئه الطلبه وفئه المعلمين فئه عظمه تعتبر في صح المجتمع صح. <تصفيق> <تصفيق> الان يجب على المعلم بما انه هو القدوة وهو الموجه وهو المربي في المقام الاول في المدرسه يعني العلم ياتي ولكن التربيه هي الاصل فالمعلومات قد تحصل في اي مكان ولكن الاصل التربية على الأخلاق على كيفية أن يحترم الإنسان هذا العلم فمن خلال يعني دروس المعلم لابد أن أولا يراعي حال الطلاب مثلا بعض المدرسين يعطي العافية يكثر من الواجبات يكثر من يعني التكاليف على الطلاب يعني من الجميل أن يخفف عليهم في رمضان وقد يذكر لهم أن يخفف عليكم حتى تستغلوا هذه الأوقات في ماذا؟ في الطاعة يعني أخفف عليكم الواجبات مقابلها. اه كذي انت مدلع الطلبه عدل مدلع. يعني ما نقول ما في واجبات بالعكس رمضان ترى كان شهر الانجازات كثير من الفتوحات كانت في رمضان. كانت في رمضان صحيح. والجهاد كان في رمضان صحيح. وما شاء الله النصر كان في رمضان صحيح. ولكن نحن نقول دور المدرس كتشجيع ترى انا بخفف عليكم بعض الواجبات لان فعلا بعض الواجبات تاخذ وقت طويل ويحتسبها الطالب وتكون في ميزان حسناته من اعمال رمضان ولكن اخفف عليه ايضا ادخل عليه فضل رمضان. لا يشترط أن يكون معلم تربية إسلامية حتى يتحدث عن فضل رمضان صحيح. وعن فضل قراءة القرآن أنت مربي بالعكس سبحان الله أحيانا من تجربة إذا كانت النصيحة من غير معلم الإسلامية يكون لها أثر عند الطالب يعني مدرس الاجتماعيات يسألهم مثلا ها آه ما شاء الله شباب وين وصلتم بالختمة؟ آه حلوة كم ختمة عندكم؟ ما شاء الله دميلة دميلة وصلتم جدا خلصت آل عمران كذا ف يشعرهم يعني بروح التنافس نفس اللي تكلمنا عنه انه المفروض الوالدين يسوونه في البيت يكون المعلم مكمل يسوي في المدرسه المدرسه صحيح ايضا ما شاء الله منهم فيكم اليوم صايم بالنسبه للصغار طبعا صحيح والله فلان صايم فلان لا ما عليه احنا صغار قاعدين نتعود اليوم نصوم باتشر نفطر بالنسبه للكبار ما اسالهم منو صايم منو صايم اذكرهم بان الصيام هو عباده عظيمه فيها رقابه من الله سبحانه وتعالى رقابه ذاتيه منك امام الله سبحانه وتعالى الآن الإسلام كم مرتبة؟ في حديث جبريل ثلاث مراتب الإسلام وأعلى منه الإيمان وأعلى منه الإحسان الإحسان ما هو الإحسان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عندما سأله قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك فإنه يراك وهذا اللي يحصل في الصيام سبحان الله أنت تستحضر أن الله يراك صحيح ولذلك من فضائل الصيام أنه قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لماذا؟ يقول العلماء لأنها عبادة خفية يستطيع الإنسان أن يأخذ زاوية يدخل في مكان ويأكل ويشرب ويظهر أنه صائم أمام الناس ولكن الذي يمنعه الرقابة الذاتية أن الله مطلع عليه يقول أهل العلم سبحان الله حتى المشركين الله أكبر هم موحدون في جانب الصيام العجيب شلون؟ المشرك كان يدعو غير الله، يدعو الصنم. يسجد لغير الله، يذبح لغير الله، ولكن الصيام يصوم لمن؟ لله يصوم لله وحده. حتى كفار قريش ذكرها اهل العلم، قال ما كانوا يصومون يقولون تقربا الى الاصنام. أه بعد اللحظه هذه انا اول مره اسمع عن المعلومه. الحين اول كفار نعم كانوا يعبدون الاصنام صحيح ولكن لما يوصل شهر رمضان يصومون لله فقط؟ لما يصومون لما يصومون يعني يصوم غير المسلم ما كان في رمضان يوم لا يعني صوم يوم واحد والصوم هذا يكون لله بعضهم ينذر مثلا صوم غير الصيام أيوة الواجب هو نفس المشرك اللي يعبد المشرك الذي يعبد لما يجي يصوم يصوم لله يصوم لله ما يقول هذه ذكرها العلم في ازدواجيه المخالف لفضل الصيام سبحان الله لأن الصيام فعلا صله بين الله وبين عبده مراقبه فالكبار في المدرسه نعلمهم الرقابه ان الله سبحانه وتعالى مطلع عليك يراك ليس فقط انك صائم ومفطر يراك اذا كنت تعصيه أي. اذا كنت تنام عن الصلوات اذا كنت لا قدر الله ترتكب المحرمات فلاحظ رمضان الان اصبح في المدرسه تذكير وتشجيع ممتاز. ايضا لا مانع ان يجعل المدرسين مثلا اذا في بعض المدارس او في كل المدارس بفضل الله سبحانه وتعالى فيها مساجد ومصليات ان يجعلوا مثلا حلقه ذكر قراءه قران تصحيح مثلا سوره الفاتحه هذه انا انا الاحظها اكثر دائما ما تكون من بعد صلاه العصر صراحة اغلب المساجد لما تكون كلها دائما الفتره هذه هم يعني الاوقات المباركه, المباركة صحيح القرآن بو صالح ودي اتكلم ايضا على موضوع التربيه والتعليم، احنا لا شك بان رمضان ايضا هو يعتبر مدرسه للتربيه والتعليم واحنا ايضا نوجه يعني شكرا وتكرير لاخواننا المعلمين وايضا المعلمات والطلبه انه شلون يقدرون يتعاملون مع رمضان في خاصه في هذه الاوقات، يعني نبي منك ايضا رساله تشجيعيه لاخواننا المعلمين والمعلمات اتجاه الطلبه في رمضان. صحيح. طبعا قبل ان ننتقل دكتور حق النقطه اللي النقطه اللي ودي اتكلم فيها اللي هي الخمس دقائق هذه اللي قبل قبل اللي قبل اللي قبل الفطور قبل الفطور هذه هذه من <applause> من هذه هذه مسببه تعزيم هذه هذه طبعا انا يبي لها دكتور نفسي هذه انا لي وقفتين فيها يعني هذه من اخطر او يعني من اخطر الدقائق الدقائق نعم يعني تلقى مثلا واحد بينه وبين بيته ربع ساعة وباقي مثلا خمس دقائق بعد مو معقولة راح توصل انت يعني يعني السرعة هذه السرعة هذه ما راح توصل راح انت يعني. ممكن تذبح لك عائلة اي تذبح لك عائلة يعني انا خاصة اللي عنده ابناء اقول له أيوة يبا حط لك ماي بالسيارة افطر بالسيارة صح ومتى ما وصلت ما ما تستاهل يعني شوف خط السريع خاصة قبل الاذان صحيح. تشوف ساري فشق يمك ما تدري يعني ممكن انت تروح على 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 على, على 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 على, شنو على شنو, على شنو <تصفيق> <تصفيق> خمس دقائق هذه انت لو رايح ربع ساعه واصل ببيتك انت بامان ومتفطر مع اهلك كذلك اللي يبون الطلبات هلا الدرفلي كم واحد واحد ينطق خاصه ينطقوا ليش ما يا بالطلب تاخر ويدق عليه وينك ويخرب صيام على شنو ما في ما في صبر خلاص الرجال ضيع البيت كمثال يبون الفطور وهذا تلقى مضيع اسمع هذا الكلام على ما يوصل للطلب روح روح صيام على, على الاكل هذا ترى دقيقتين بتاكل بتشبع هذا جانب جانب الخلق الانسان انتبه نعم ابو عبد الله ابو صالح ايضا اي نعم السؤال انت ما أوكي كان راح اعطيك السؤال بس انا في لافته حلوه الفتره اللي فاتت خاصه رمضان اللي فات لاحظت انه بعض الشباب المتطوعين عند الاشاره يوقفون يوزعون ماي يوزعون والله هذه من اجمل اللفتات اللي الواحد يفتخر ان حتى لو انت لا تسرع الحمد لله في جدامك منه يعني يقدم لك هذه يعني الوجبات أه نتكلم على هذا الامر اللفته هذه للشباب اللي يكون عند الاشاره اشارات نعم المرور طبعا يعني انا اعرف احد الاخوه يقول سبحان الله من سنوات عندهم وجبات افطار يقول بعد العصر انا احرص ان بعد بعد العصر ومسجدهم صغير يقول احنا ما في مجال نسوي فنعطيهم الوجبات مم. يقول ما شاء الله من نخلص الصلاه بروحهم صف ما يحتاج يقول لهم عرفوا حلو. يقول تفاجئنا ان قاموا يونا لان المنطقه اللي فيها هو مثل عماير قاموا يونا في البنيات يعني و و يعني حتى في منهم يمكن غير شو اسمه هذا قال المتبرع قال له ترى اذا يوم بعطيهم أي؟ ما راح اردهم انا تقصد من اللي يعطيهم يعطي حتى اللي مو غير, غير مسلم زعم هذه هذه فعلا موجوده صحيح قال اذا يو مو معقوله انا واقفين 200 او 150 وهي وهي توصل عندي بردها ما راح اردها أيه ولعله الله يهديها لعله يكون الوجبة هذه يكون سبب اسلامها صح سبب اسلامها يعني يعني حتى بتعاملك انت مع الناس ترى مو شرط يعني يعني حتى انت هذه الوجبه ممكن يكون اسلام هذه شوف رحابه الصدر وين نعم. قاعد ترفع نعم. لك يقول لدرجه صار صار يقول صار طابور لهم هم لان يشتغلون طبعا اليوم العماره ومثل الخادمه يقول قمنا نعطيهم ما قمنا نردهم يعني نعطي الجهه ونحاول نعطي شيء. النقطه اللي ذكرتها دكتور بالنسبه حق المدرسين نعم المدرسين وحق الطلبه المدرس يطول باله على الطالب على الطالب وكذلك الطالب هم لا بد المدرس لا يعني احترامه ولا تغذية عليه يعني ضغوطات المدرس نعم يعني في بعض بعض سريه وظيفيه يعني في بعض الطلبه يعني بعض الامور اللي يشاهدونها يعني مثلا في شغلات برامج معينه تلقى يبي يطبق على المدرس او مثلا الطالبات تطبق على المدرسه هذه هذه اعتبريها مثل والدتك اعتبريها مثل يعني اختك الكبيره يعني هي ما يتلا يا يا بتعلمك انت فما في داعي انت تسببين يعني مثلا تسيئين لها او مثلا يعني تقللين من قدرها وكذلك الطلبه يعني لا بد المدرس لا يحترمه ولا يعني يسيء لهذا المدرس بالعكس انت انت تنقل صوره يعني البيت اللي انت جاي منه صحيح يعني انت خاصه الطالب والطالبه لما يعني المدرس يشوف معامله الطالب المعامله الراقيه وكذلك الطالبه انت قاعد تعكس صوره البيت اللي انت جاي منه والحمد لله النماذج الطيبه موجوده صحيح وصالح هي دائما العشر ايام الاولى من رمضان الامور طيبه اول عشر ايام ليش؟ لان الى الان احنا متعودين على الاجواء, الأجواء الى الحين تونا لكن من ندخل من بعد العشر ايام تبدا يعني خلاص الانسان يتناسى يتعود على شهر رمضان تعود على شهر رمضان بفضل الله حتى وتعالى النوم يختلف يعني كل شيء يختلف دكتور سبحان الله من فضل الله والكلام الجميع ان بعض الناس يقول يا ليت العام كله رمضان صحيح. في فيقول احد المشايخ يقول الحمد لله انه شهر في السنه لو كان طوال العام لاستهان لا الناس به ولا ما ختم طوال السنه ختمه لان لان طبيعه النفس تعتاد كما تفضلت الان تخيل من عشر ايام تبدا النفس تمل العشر العشر الثانيه ها العشر الثالثه الناس تجتهد لفضل رمضان تخيل لو كل السنه رمضان صح يختلف الاجتهاد في شهر رمضان يعني انا بدي ايضا أود يعني انوه على ان رمضان هي فرصه يعني لا حد يعتقد بان انت اول رمضان يمكن في لحظه معينه انت خلاص 30 رمضان او 29 رمضان فلا بد ان نستغل هذه الاوقات ابو عثمان راح نستغل ايضا هذه الاوقات احنا تكلمنا عن الطلبه تكلمنا ايضا عن يعني اخوان الله يجزاهم خير المتطوعين عند الاشارات المرور قواهم الله يعطيهم العافيه <applause> ودي ايضا نتكلم عن المصلين ايضا المصلين احنا نلاحظ في بعض السلوك نشوفه من المصلين بالصفوف الصلاه احنا ما نتكلم يعني على بعض الامور يعني الخارجه عن الاراده لا هذه امور غيرها خاصه في بعضهم اللي يكون مريض او عنده حاله خاصه هذه لا نستثنيها احنا نبي الرجل الراشد العاقل ان شلون تتعامل مع الصلوات خاصه سواء كانت صلاه التراويح او القيام ان شاء الله. والله يعني احنا كلنا ام هني ف... كأ... انا أو حسيت انه أوضح... إن يعني الموضوع شوي <applause> ان شاء الله اني محرم بس انا لا 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 نصائح بس هو المقصود منا نصائح ترى لا شك انا لا اقصد ان السؤال جاء في ال... <applause> في الصميم <applause> الصميم كذي هو لا شك انه يعني اقول ينبغي لل... للشخص اللي ما هو مريض أو قبل هذا ندخل في نبدأ بالمريض المريض الله سبحانه وتعالى عاذره في الصلوات النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع فعلى جم بعض الناس يتحرج يعني يريد الإمام أن يعني خلاص اقرأ بسرعة وخلص بسرعة وكل شيء بسرعة ليش والله أنا ما أستحي أقعد طيب اجلس ما فيها أي مشكلة ما تستطيع لبعض الناس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليهم الصحة والعافية يكون عنده السكر يسبب له الله يحفظكم يذهب للحمام بشكل مستمر أو بعضهم يعني ما يستطيع فيهم بروستاتا وأمراض يعني صح. هذه هذا حال الدنيا فمثله يعني يريد الإمام لا أقام الصلاة خلاص خلص بسرعة لأن أنا أريد أن نقول له الله سبحانه وتعالى عاذرك قدرت تصلي تعزي. هذه طيبة ما تستطيع تصلي الا وانت جالس اجلس يستحي ان يجلس ويبدأ يسوي في المسجد صحيح يعني شوشرة شو شو وكذا ويأزم ما ما له داعي فأيضا من الحكمة ان انت ايها المصلي وسع صدرك خل تكون عندك الثقافة الشرعية اللي تكون فيها اليسر يريد الله بكم اليسر اليسر ولا يريد بكم العسر العسر ذكرها في ايات الصيام فالله من رحمته بنا اذا جئت لي وقت القيام وقت الصلاه وقت خلاص اجلس حسيت نفسك تقبل. يعني لا تكلف على نفسك عشان لا تضايق غيرك هذه ابو عثمان تكلم على المصلين انه يجب ايضا انت تعرف نفسك وتعرف صحتك هي يجب انك تراعي نفسك أوه. لو نتكلم ايضا عن الامام ايضا أوه. ابو عبد نبي من جانب حصه الامام <applause> حصه الامام <applause> آه الامام بالمقابل ايضا يجب عليه ان يراعي حال نعم. غالب المصلين يعني مثلا بعض الائمه جزاهم الله يحرص على ختمه قد يكون الذين يصلون معه أهل المسجد رواد المسجد طوال العام من كبار السن ما يستطيعون أن يحضروا ختمة فيجب على الإمام أيضاً أن يكون صلاته يعني تصلح لعموم المصلين كما تفضل الشيخ أبو عثمان يعني الآن هذا إنسان مريض خلينا نقول فالإمام ما يمشي على الإنسان المريض ولا يمشي على الشاب الفتي القوي مفروض أن الإمام يمشي بالتوازن بالتوازي لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر عندما جاء صحابي واشتكى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ عندما كان يطيل في صلاته ويؤخر صلاته فالإمام أيضا يجب عليه أن يراعي هذا الأمر يعني شيء محزن أن نسمع مثلا إنسان يصلي وأنا الآن لا أضع اللوم على الإمام ولكن يعني أمور قد تحدث شيء محزن أن أسمع أن إنسان يصلي في هذا المسجد من رواد المسجد طوال السنة في رمضان يصلي في مسجد آخر لماذا؟ قال الإمام عنده ختمة ويطيل يعني بشكل كبير جداً ممتاز. بالعكس يعني هذا الذي يصلي بشكل دائم في المسجد من رواد المسجد حريص على ان يصلي في رمضان في مسجده فالامام يعني لا يكون الامر لا يكون على قولتهم لا افراط نعم ولا تفريط إذن بينه وبين هذه من اجمل القواعد اللي احنا محتاجين فعلا ان نفسرها اللي هو لا افراط ولا تفريط هو لا شك ان التوازن مطلوب وجميل ان الانسان يكون عنده روح رياضيه يعني معليش انا بخالفك شوي في النقطه <applause> انا يعني قد يكون المسجد هذا يعني الناس تاتيه لاجل الختمه جميل فما في مانع انا اوازن في مساله التراويح مساله القيام القيام جميل يعني من جميل ما سمعت من بعض الائمه يعني يجون له المصلين يعني طولت في القيام طولت في هذا قالت طيب ماشي يعني احنا نتفق سوي اتفاق تراويح لكم صلاه خفيف خفف وامور تمام نعم. حلوه مية, مية وقت القيام الله يجزيكم خير خلوني انطلق لان يعني بعض الناس وهذه نقطه مهمه يريد الختمه وهذا حل يعني ان شاء الله الكثير ولكن يبحث يريد مكان قريب يعني منطقته فيها خمس ست سبع مساجد ما في ختمه فخل المسجد فيه ختمه والباقي نعم نعم. فيها اريحيه نعم. أنا يكون هذا المسجد هو المناسب يعني أيوة في شباب وما شاء الله يستطيعون أنا قصدي عفوا أبو عثمان على المساجد اللي هو أصلا رواد لا يستطيعون يعني عامة الرواد لا يستطيعون تفضل إيه فسبحان الله هي نقطة الـ أن يكون في تنويع جميل بروح رياضية نعم أنا المسجد هذا يعني قراته يعني ها الشخص هذا كان أخشى عنده ما يمنع خصوصا ان بعض الحمد لله بفضل الله المناطق عندنا المساجد يكون بعض الناس بيته بالنص مسجد يمين نعم مسجد يسار ما شاء الله فالحمد لله هذا يصلي يعني يخلص بسرعة صلاة بين ريحية روح له هذا والله عنده ختمة تمام فيني حيل أقعد أتحمل روح فأقول سعة الصدر في هذا ساعة. أيضا نعم طيب قل صالح على موضوع سعة الصدر طبعا الإمام يشوف حال مسجده يعني يسدد ويقارب صحيح اذا اهل المسجد يعني اجتمعوا انه والله يبون مثلا انه يطيل فيهم الصلاه يعني هو يعني سدد وقارب اذا لا والله اهل المسجد كلهم كبار بالسن وكلهم مرضى وما وهذا المسجد يمهم يعني وفرصه لهم يبون يصلون فيعني احنا ما نقول يخفف عليهم يعني الصلاه المخله ولكن الانسان يسدد ويقارب ما يشق عليهم يعني النبي عليه الصلاه لما معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي وصلى ب يعني صلى بقومه وشق عليهم فقال له النبي عليه الصلاه والسلام افتان انت يا معاذ يعني الانسان ما يوصل مرحله كبار بالسن مثلا يبون يصلون يعني هذه فرصه لهم وانت ما شاء الله شباب وفيك قوه ما يستطيعون في منهم يعني الصلاه وبنفس الوقت انت تسدد وتقارب يعني مو الصلاه اللي هي على قولتهم السريع المخلة ولا عاد اللي انت تطول فيهم يعني خير الامور وسط يعني انت تجمع بين الامرين يعني هذا الانسان وهو كل امام عارف اهل مسجده ويعني شاورهم يعني امرهم شورى يعني يسالهم يقولهم يعني احد الاخوه يعني ذكروا له قالوا له تبي تبي شو اسمه يعني ختمه وهو عارف اهل مسجده يا لهم تبون اصلي انا وياه يعني ما, ما يستطيعون في في بعض الناس ما ما يقدر ريال كبير ما يقدر على يعني ثلاثة اجزاء احد احد الاخوه يقول انا وياه احد ابناء يقول مشاركه سنه من السنوات اي يقول مشاركه احد يعني النوادي الرياضيه بعد التراويح يقول سبحان الله لفينا مو عارف المنطقه يقول دخلنا مسجد وصلينا يقول سبحان الله جزئين صلى في يقول معاه ولده صغير يقول سبحان الله طبعا نعم يقول انا بدخله على ابونا يعني الصلاه يقول يوم صلى يقول والله العظيم اشوف الولد قامت ريوله ما تنفض يقول يوم خلص بهد الولد الولد يعني مو مم مو مم معتاد صغير قال بحياتك ما راح تصلي الا اقل من هالصلاه هذه يعني بحيث انه ايه هذه اطول صلاه عالج ايه <applause> الموقف فعلا ذكاء والله هذا والله ذكاء اي نعم هذه بحياتك, بحياتك هذا اللي مثل الاعلى على يقول <applause> اللي <applause> بعده شيك شو يقول له؟ يعني وبعدين هذا اللي قاعد يصلي ترى قاعد يصلون شو اسمه العشاء يعني مد بالعشاء مو يعني التراويح ممكن يطلع. صح بعض الاحيان في يعني هذه فريضه هذه فريضه فصحيح هم ما يلومون اهل المسجد ممكن يكون مثلا المسجد هذا خصصوه مثلا حق ما شاء الله ليبون اللي يبون يختمون يبون يختمون فيه هذا سبحان الله ما كان عارف دخل الان ابو صالح احنا وصلنا في الختام قواكم الله يعطيكم العافيه الله يعني كلمتك كل الاخيره ابو عثمان اقول الله الله بسعه الصدر وانتم في شهر عظيم فضيل لا تفوتون او تخدشون صيامكم بضيقه الصدر وبالعنف شكرا الله لك بعتملك بعتملك ما قصرت ابو عبد الله جزاك الله خير ثني على ما تفضل به الشيخ سعه الصدر تكييف بارد تكييف حار أه وقت الاقامه نطول نقصر نحاول ان نوسع صدرنا ونحتسب هذه الأيام الله سبحانه وتعالى يقول أيام أياما معدودات أيام وتنقضي ووصية النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من صلى مع الإمام حتى ينصرف يعني ينصرف من صلاته كتب له قيام ليلة فلا نستعجل ترى لاحقين على الدواوين لاحقين على الغبقات لاحقين على الأسواق فنصلي مع الإمام حتى يتم صلاته فيكتب لنا قيام ليله كامله باذن الله جل وعلا. شكرا لك ابو عبد الله ما قصرت الختام عندك بصالح طبعا هذا امر مهم في رمضان. يعني لا تحرص على قيام الليل وتترك صلاه الفجر. يعني انت ان جمعت بين الامرين هذا خير على خير. يعني لا تقوم الليل كله واذان الفجر انت تفوتك هذه الصلاه، يعني الافضل لك لو انت نايم الليل هذا كله وما قمته وصليت الفجر. افضل لك يعني هذا افضل لك شكرا لكم ما قصرتوا ويعطيكم العافيه <applause> ايضا شكرا لكم انتم مشاهدين الكرام سعد الصدر واجبه وضروريه لان هي دلاله على انشراح القلب فاسال الله العظيم انشراح القلب للجميع يعني آه الاخوه المسلمين والمسلمات خاصه نحن في ايام هذه الفضيله يجب ان يكون سعه صدرنا واسعه لكل حدث وكل ازمه وكل مشكله تصير لان بالفعل المسلم متى يبين يبين في هذه الاوقات اسال الله العظيم أن نحفظ يحفظ بلادنا من كل مكروه يدي معنا نعمه الامن والامان مع السلامه آه. <applause>